الخامس والعشرين من يناير فجرها الشباب وبذلوا في سبيلها ولا يزالون دماء غالية. فاجأوا أنفسهم والعالم بقدرتهم على تحقيق حلمهم في التغيير، وتوحد خلفهم مصريون كثيرون على اختلاف ألوانهم. لكن كيف يبدو حال مشعل الثورة وهم على أعتاب ذكراها الثالث؟ ثمة من يدعو إلى الاحتشاد تحت راية واحدة كحركة شباب 6 إبريل التي طرحت مبادرة لتحقيق توافق وطني ومشاركة اجتماعية ووقف العنف وتحقيق عدالة انتقالية تشمل الجميع. وفي الإطار ذاته أطلق ناشطون حملة سموها تمرد اثنان، تهدف إلى إسقاط الحكم العسكري وتشكيل مجلس من الشباب لقيادة الثورة وإنقاذ البلاد التي يرون أنها عادت إلى أسوأ مما كانت عليه قبل 30 من يونيو. كما أعلنت جبهة طريق الثورة التي تضم عدة حركات ثورية عزمها تنظيم مسيرتين يوم السبت المرتقب تلتقيان في ميدان التحرير الذي يشهد حضورا أمنيا وعسكريا كثيفا. دعوات الحشد إذن هي السمة الغالبة، لكن مع بعض الاستثناءات. ناشطون ينتمون إلى ما يعرف بتيار الشراكة الوطنية أعلنوا عدم مشاركتهم في مظاهرات إحياء الذكرى الثالثة للثورة خشية وقوع أعمال عنف حسب تعبيرهم. إضافة إلى هذه الفئات هناك من الشباب من لا يكفون عن الحراك ليلا أو نهارا منذ 7 أشهر في الشوارع والجامعات رفضا للانقلاب وما أعقبه من مجازر وعصف بكل مكتسبات الثورة، ويطالبون بعودة ما يسمونه الشرعية بما تعنيه من مجالس منتخبة ورئيس ودستور، معتبرين أن ما أريخ في سبيلها من دماء يجعل التنازل عنها خيانة. ويعتزم هؤلاء الشباب الاحتشاد بدءا من الجمعة ضمن ما سموه موجة ثورية جديدة لاسترداد ثورة يناير.